بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم الجمعة 17 تسعة 2021 ومن مجزر البساتين تم تحميل 15 طن لحوم من لحوم سكوك الأضاحي وذلك لتوزيعها على المدريات الآتية مدرية أوقاف الدقهلية 3 طن مدرية أوقاف شمال سيناء أربعة طن مدرية أوقاف جنوب سيناء اثنين طن مدرية أوقاف الوادي الجديد اثنين طن مدرية أوقاف المنيا أربعة طن ومع كل سيارة مفتش عام وذلك لتوصيلها إلى مدير المدريات السابقة الذكر هذا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته